السلام عليكم حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم، صباح الخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والراحه ان شاء الله، وكنتمنى يلقاكم فرحانين. وكيف ما كتلاحظوا حبيباتي، نتس دابا الصباح، نتس وجدت الفطور كيف ما كتلاحظوا، وجدت شويه المسمن شويه البطبوط. المهم هادشي كان عندي، غير سخنت البنات ووجدت الطبيله ديالي، حطيت شويه الزيتون شويه كاشير، هذا كاشير ديال المغرب، فرماج، زيت الزيتون، وبطبيعة الحال ما عنديش الخبز، عندي غير البانيني حتى هو سخنته. مهم كيف ما كتلاحظوا اخواتي، ان شاء الله غنخرجكم معايا اليوم البنات، ناويه نخرج، ناويه نتقدى شي حاجه من برا، وان شاء الله غنخرجكم معايا. مهم بنات غنفطر ان شاء الله ونرجع معكم. كتشوفوا الجو كئيب، عرفتي الثلج كيطيح البنات. درت غير جمعه خفيفه، الوالده كتقول لي بركه من الجفاف، بركه من البرد، و جمعت غير، المهم ما جففت ما والو، اصلا كي البرد البنات، واصلا عندي الدار كبيره ان شاء الله ندير لكم فيها واحد الجوله. المهم البنات غير مني تعود الشمس غندير لكم فيها جولة، وغنوريها لكم كبيره عندي، وبارده حيت بني قديم، ديور قدام يعني ماشي ديور جداد، كتكون باردة البنات. واخا عندي الكامينيط عندي السوفو، ولكن كاين الكز. المهم البنات حنا خارجين دابا، غنمشي باغا نتقدى شوية الخضرة، باغا نتقدى البنات، باغا ناخد واحد قلعة قلوعة ديال الطبلة البنات. انا القلوعة ما كيديوش معايا بزاف، كيشرقوهم ليا بناتي، ما عرفتش بعض المرات جنات تشد تكون هزاي شي ستيلو كتقطعهم المهم البنات غنمشي ناخد واحد القلع، و المهم اجيو معايا. المهم البنات كيف ما كتلاحظوا، هاد الميركاتو راه كنت ديجا درت لكم فيه واحد الجولة. هاد النيغوتيو كيتواجد فيها البنات اي مواد تنظيف، وحتى الكريمات الشامبو، وفيه حتى بعض الاواني البنات فاش كيعجبني ديما كيجيبوا الجديد. المهم هاد النيغوتيو سميتو ماجيكال شوب، راه بحالو بحال اكوا صابوني اخواتي. المهم غنخليكم مع واحد الجوله هنا خفيفه، تشوفوا الاواني اللي جاوا عجبوني، عجبوني هادو حتى ديال الحلوى ان شاء الله البنات. غنشري وحده ان شاء الله، ماشي اليوم، غنرجع وغناخذها. المهم البنات بالنسبه للوالده اشنو شرات منه على الدخله، خدت منه كراسه البنات، هنديجه خيداهم وقالت لي الكراسه ديال هنايا كراسه صغار، ان شاء الله غنمشي للدار وغنوريهم ليكم، عجبوها قالت لك صحاح وزوينين في الجلسه. وقالت لي حتى الاواني ديال هنا كيكونوا كاليتي زوينه، ديما فيما كتجي كدي شي حاجه، واخا عندها المواعن بكثره، عزيز عليها المواعن ديهم من هنايا. حتى الكراسه ديال الميكا غادا بهم البنات، ودي جداتهم، ان شاء الله غنمشي للدار ونوريكم راهم خادتهم. المهم غنخليكم واحد الجوله خفيفه ونتلاقاو في الدار. You're lying in your mind.
اخواتي كيف ما كتلاحظوا غنقول لكم هذا الشيء اللي تقديت وغنهضر لكم اكثر. اي ما تخافيش، لا لا ما تخافيش، ها هو. المهم اخواتي جيت البنات ورديت الغداء، درت العدسه البنات حيت عندنا البرد وشحال هذه ما درتو توحشوا، وحتى بنياتي عزيز عليهم العدس. ما تخافيش، بنتي خايفه من الوراق ديال البروكولي يا البنات، لا ما تخافيش. المهم البنات غندوز نهضر لكم على البروكولي عرب اللي واحد الاخت شافتني درتو واحد النهار كنديرو على الطريقه على طريقه البقوله. البنات جربوا راه كيجي رائع البنات، راه البروكولي عرب ماشي سبيناتشي. بزاف البنات قالوا لي داك سبيناتشي، ماشي سبيناتشي، راه البروكولي عرب. كيف ما كتلاحظوا البنات انا هنا خديته من عند الخضار، كيتواجد في كورنر في سيمبلي، تقدري تبداي توجدي حتى في اوشن. المهم البنات انا كناخذ من عند الخضار حيت كناخذ بالزيت وكيكون رخيص شويه الثمن. المهم البنات راني ديجا عزلتو كيف ما كتشوفوا، كنقسمو بهكا. هذا بان ليا صغير زوين، هذا بسرعه يطيب ليا. راه كنسلقو نصف سلقه حيت اصلا كتكون فيه واحد المروره. واحد الاخت قالت لي قولي لي اشنو بالعربيه سميتو بالعربيه، اختي انا ما عرفتش اشنو سميتو بالعربيه، ما عرفتش اشنو كيقولوا لي حيت اصلا ما كيتواجدش على ما اظن في المغرب، ما عمرني شفتو في المغرب. المهم راه زوينه البنات، كيجي رائع لدرتي على طريقه الخبيزه، والله البنات ما تقنعي منه. ولكن تسلقي نفس السلقه حيت لا شديتيه بخرتيه كتبقى فيه المروره ديالو. اي صافي خديت البنات، صافي هنا البنات خديت البسباس كيف ما كتلاحظوا، خديت كيلو، هذا خديته من كوناد، وخديت حتى الجزر خديت حتى هو كيلو، ديري ليه 89 تنديزم للكيلو، خديت 87 تنديزم قريب الكيلو. صافي هنا البنات خديت الفلفله حتى هي، وخديت هنا البنات الحوت خديته من البسكرية، خديت هذا النوع ديال الحوت، ان شاء الله غنغسلو وغنديرو في الكونجيلاتور. وفي نفس الوقت البنات غندوز نغسل حتى هذا البروكولي. المهم اجيو معايا. اي تخافيش، لا ما تخافيش. صافي اخواتي اجيو معايا. صافي هنا البنات كيف ما كتلاحظوا حطيت الماء يغلي، غنضيف عليه القليل من الملح، وعادة غنضيف عليه البروكولي عرب. مهم البنات
ما كنخليش يغلى يعني تسلق مزيان، غير في نصف سلقه، وخاصه الا كان البروكولي عرب تانيرو يعني بسرعه كيطيب يعني صغير، غير نصف سلقه البنات وصافي تحاولي صفيه. صافي هنا البنات كيف ما كتلاحظوا ضفت عليه الزيتون، ضفت عليه الحامض. هنا البنات غندير عليه القليل من التحميره والقليل من الابزار وسكنجبير، ونضيف عليه القليل من الكمون. مهم الكمون بالزيت لانه كتبغي الكمون. وضفت ديجا الحرور البنات، ضفت الثومه، وغنضيف زيت الزيتون، زيت الزيتون حتى هو بالزيت. غير جربوه البنات، وخاصه البنات اللي هنا في ايطاليا جربوه، والله البنات حتى غيعجبكم، وخاصه البنات اللي كيعجبها البقوله راه بحالها بحال البقوله كيف ما كتلاحظوا، راه كتجي رائعه. انا كتعجبني ما كتخطانيش، خاصه في البرد حيت كيكون موجود دائما كنديرو. صافي هنا البنات نسيت ما وريتكمش الحوايج اللي خديت من ماجيكا شوب. بالنسبه اشنو خديت البنات، خديت هاد الطبيسلات، هادو دايرين ليهم اوفيرتا. انا دائما البنات كنميل الاوفيرتا، اختكم كتموت على الاوفيرتا دائما، ضروري البنات الانسان باش يعني باش تقتصدي على راسك ضروري كتاخدي في التخفيض. خديت هاد الطبيسلات البنات، خديت الساي، خديت 6 البنات، دايرين ليهم 1 يورو تشيكوانتا. وهادو ديجا عندي لرجعتو الفيديوهات ديما كندير فيهم، راهم صحاح البنات وزوينين. صافي وزدت منهم 6 اخرين رائعين. وهادو البنات ما بقاوش طاروا بهم الطاليان، راكم عارفين الطاليان لا كانت اوفيرتا ما كيخليو حتى حاجه. صافي هنا خديت البنات هاد القلع، خديت هاد اللويان في الابيض، انا عزيز عليا اللون الابيض. صافي وبالنسبه للوالده هادو هما الكراسه اللي قلت لكم البنات، راهم زوينين، راه ديجا خادتهم كدير الكراسه من هنايا كيعجبوها. وصحا هادو البنات راه ديجا مجرباتهم زوينين. المهم كان هذا هو فيديو اليوم اخواتي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد، وما تنساوش انني احبكم في الله.